أعلنت شركة رويال فيليبس للإلكترونيات المدرجة في بورصة نيويورك عن تدشين مكتب رئيسي جديد في العاصمة السعودية الرياض، سيكون مركز عمليات الشركة في السعودية، وهي الخطوة التي تدعم النمو المتواصل للشركة وخدمة عملائها في الوقت الراهن ومستقبلا بشكل أفضل. وتتواجد فيليبس في أسواق المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 50 عاما وتدير مكاتبا تمثيلية في جدة والدمام. نحن سلنا شركة فيليبس سلة بالسوق السعودي أكثر من 50 سنة. كان لنا وجود عامة لنقدر نعمل خدمات ما بعد البيع والصيانة. من 3 سنوات قررنا أنه سوق السعودي سوق كتير كبير، لازم يكون لنا وجود فيه على الأرض. فتحنا شركة وبلشنا نأسس. اليوم وصلنا لمرحلة يلي الأساس بلش يكبر، وطرينا أنه نفتح مكاتب، مكتب اللي عم تشوفوه اليوم هون بالرياض يلي هو رح يكون المكتب الرئيسي لفيليبس بالمملكة. في عنا مكاتب تانية، في عنا مكاتب بجدة، وفي عنا مكاتب بالدمام كمان المنطقة الشرقية ومنطقة الغربية. هذا بيعتبر توسع، لأنه نحن منشوف قدي أو شايفين قدي في مجال للنمو، مجال لأنه تكبر مبيعاتنا وتكتر مبيعاتنا بالسوق السعودي. اليوم قطاعات اللي نحن موجودين فيها هي قطاع الإنارة، قطاع الصحة، وهي القطاع الإلكترونيات اللي هي الأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية. خلال السنوات الماضية شفنا نمو كتير كبير بالمملكة. السنة الماضية بالتحديد زادت مبيعاتنا بنسبة 50% مقارنة مع السنة اللي قبلها. هيدي منا نسبة ضئيلة، هي نسبة كتير كبيرة، خاصة أنه كان في أزمة اقتصادية بالعالم يلي تركت أثرات على المنطقة ككل إلا المملكة، المملكة الوحيدة اللي فرجت هالقد أو فرجت نمو كتير عالي. أملنا بالسنوات المقبلة عالية جدا، وطموحنا أنه نقدر نحقق 3 مرات مبيعاتنا الموجودة اليوم أو المبيعات اللي عنا إياها اليوم خلال 5 سنوات اللي قادمة. عندنا مشاريع كبيرة وعندنا أفكار كتيرة اللي رح نطرحها على المعنيين، ونشوف كيف نقدر نخلق مجالات تعاون وشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لمصلحة المملكة ولمصلحة شركة فيليبس كمان.